يحكى أنه كان يا مكان، حكايتنا أشكال وألوان، وحكايتنا النهاردة حصلت في الغابة. في يوم من الأيام خرج الفيل يتمشى شوية، وهو ماشي عد على الخرتيت. صباح الخير يا خرتيت، قال له صباح النور. الفيل بص كده لقى الخرتيت معاه حبال كتير، قال ايه ده، هو الخرتيت جايب الحبال دي كلها يعمل بيها ايه؟ هسأله. قل لي يا خرتيت، يا ترى انت ليه جايب كل الحبال دي؟ الخرتيت قال له ابدا، كنت بلعب بالكورة ونطت مني فوق الشجرة، فقررت ان انا اجيب حبال واربط نفسي كده واطلع الشجرة علشان اجيب الكورة. الفيل قال له مش ملاحظ ان الموضوع صعب شوية؟ ليه ما تطلبش من جارنا القرد ان هو يجيبها لك؟ الخرتيت قال له لا، انا ما بطلبش حاجة من حد، ما حبش اطلب حاجة من حد. الفيل قال له براحتك، انت حر، سلام. مش الفيل وسابه، والخرتيت فعلا ربط نفسه في الشجرة بالحبل وابتدى يطلع واحدة واحدة للشجرة، شوية يتزحلق وشوية يطلع، بس فعلا وصل لأعلى الشجرة ولسه هيمسك الكورة راحت رجليه متزحلقة. وقع الخرتيت، الحقوني، رجلي اتكسرت. كل الحيوانات جريت على الخرتيت وشالته هلهوب ووديته على البيت. فضل الخرتيت نايم في سريره مدة كبيرة لحد ما قدر يدوس على رجله من تاني، ولما خرج علشان يعيش حياته الطبيعية مسك الكرة وفضل يلعب بيها، بس الكرة نطت في المية. هو مر عليه الفيل لقى جايب حبال كتير، قال له خير يا خرتيت، يا ترى جايب الحبال ليه تاني؟ هتطلع الشجرة من تاني؟ الخرتيت قال له لا، هو انا يعني بعد ما طلعت الشجرة ووقعت من فوق ونمت المدة دي كلها تفتكر هفكر اطلعها تاني؟ انا بس كنت بلعب بالكورة والمرة دي نطت مني في المية، فهربط بقى نفسي كويس بالحبل واربط الحبل في الشجرة وانزل بالراحة اتسحب للمية لحد ما اجيب الكورة. الفيل قال له مش شايف ان الموضوع صعب شوية؟ ليه ما تطلبش من صاحبنا فرس النهر ان هو يجيبها لك؟ لا، انا ما بحبش اطلب حاجة من حد، وبصراحة بقى ما حبش حد يبقى له جميل عليا. قال له بقى هي الحكاية كده، طيب زي ما تحب، سلام. مش الفيل وسابه، بس يدوب ثواني والخرتيت ربط نفسه كويس وربط الحبل في الشجرة وابتدى يمد رجليه واحدة واحدة في المية علشان يجيب الكورة. هوب، اتزحلق الخرتيت ورجليه التانية اتكسرت. الحقوني، كل الحيوانات جريت على الخرتيت، والقرد فضل يضغط له على بطنه لحد ما خرج المية اللي بلاها كلها وشالوه هيلا هوب وودوه على البيت. الخرتيت فضل نايم مدة طويلة لحد ما رجليه التانية خفت هي كمان وعرف يدوس عليها، وخرج يعيش حياته الطبيعية، بس المرة دي جاب حبال أكتر من كل مرة. الفيل عد عليه قال له صباح الخير يا خرتيت، الخرتيت قال له صباح النور. الفيل بص كده لقى حبال أكتر من كل مرة، قال له ايه يا وحش، المرة دي شجرة ولا مية؟ رايح فين بالحبال دي كلها؟ الخرتيت قال له لا، لو سمحت ما تهزرش، انا جايب الحبال دي كلها عشان انا قررت اعمل حدود حوالين بيتي وحوالين الاعشاب بتاعتي، انا بقى بصراحة مش عايز اي حيوان من الحيوانات يقرب لبيتي ولا للمنطقة اللي حواليه. الفيل بص له كده وتعصب وقال له ايه، مش عاوز حد يقرب؟ هو مين اللي كان أنقذك في المرة الأولانية والتانية؟ مش الحيوانات؟ مين اللي لما وقعت شالك وجابك على بيتك؟ مش الحيوانات؟ مين اللي كان رايح جاي عليك كل يوم يزورك ويطمن عليك؟ مش الحيوانات؟ أنا سكتلك كتير، سكتلك في المرة الأولانية وكمان في المرة التانية، إحنا ربنا خلقنا وده كل واحد فينا حاجة تميزه عن غيره، عارف ليه؟ قال له ليه؟ قال له علشان نساعد بعض، علشان نفضل محتاجين لبعض،
انت تساعدني وانا ساعدك، يعني كان ممكن القرد يجيب لك الكرة من فوق الشجرة وانت قصاد ده كنت هتساعده وتشيل معاه الموز اللي ما بيقدرش يشيله، وكان ممكن فرس النهر يجيب لك الكرة من المية وانت قصاد ده كنت هتسيبه ياكل معاك من الاعشاب اللي قدام بيتك. احنا كلنا بنعيش مع بعض، ويا صاحبي محدش يعرف يعيش لوحده ابدا، ولو كان ينفع ما كناش اتخلقنا كل واحد بحاجة تميزه عن غيره. دلوقتي انا خلصت كلام، واتمنى ان انت تفهمه وتفكر فيه كويس. سلام. وبعد يومين مر الفيل ولقى الخرتيت جايب حبال كتير. الفيل بصله كده وقال له: هو مفيش فايدة فيك، حبال تاني؟ الخرتيت قال له: لا يا صاحبي، المرة دي انا جايب الحبال علشان جارنا القرد جايب موز كتير، وانا قررت اساعده وانقل معاه الموز ده. ما كانش ينفع اسيب القرد يشيل الموز لوحده، كان هيتعب، اصل كمان ايد لوحدها ما تسقفش.